إذن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هناك إنفاق عسكري، مساعدات أمنية، مبيعات أسلحة سريعة لتايوان. كيف سيؤثر ذلك على ميزان القوى في الصراع الدائر؟ نعم، الصراع الدائر تقصدين بين تايوان والصين أو بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ لأن الأمران يختلفان. بين الصين وتايوان في بدء الأمر. في الواقع سيدتي الصراع هو بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتايوان هي يعني أداة أو وسيلة في هذه الصراع في هذا الصراع. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تهدف للدفاع عن تايوان من أجل تايوان في حد ذاتها، وإنما محاولة لوقف يعني الصعود الصيني، مثل ما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مكالمته الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لما قال له أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جاهزة لوقف الصعود الصيني ووقف النمو الصيني. وبالتالي الصراع هو بين القوتين الكبيرتين، بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة طبعا مع حلفائها في المنطقة، والصين من جهة ثانية مع روسيا إلى حد ما. لكن الصين كانت تعبر علنية حتى عن قدرتها أو إمكانية أن تستخدم القوة العسكرية تجاه الجزيرة، تجاه تايوان. هل بحصول تايوان على هذه المساعدات، على هذه الأسلحة، قد يثني الصين، قد يجعلها تتردد أو حتى تتأخر؟ سؤال مهم جدا. الميزان العسكري او ميزان القوة في المنطقة اكيد بحكم حجم الصين بالمقارنة مع تايوان، بحكم الامكانيات في البلدين، اكيد ان الميزان القوة العسكرية يميل الى حد ما الى الصين. اقول الى حد ما لان تايوان دولة صغيرة من 22 مليون ساكن، جزيرة صغيرة لا يتعدى يعني مثلا لا تتعدى مساحتها 150 الف كيلومتر مربع، لكنها يعني طيلة السبعين سنة الماضية هي يعني تبني قوتها العسكرية من أحدث الأسلحة ومن أحدث التكنولوجيا الأمريكية. بالمقارنة أو في المقابل نجد الصين في صعود دائم. نحن نعلم أن الرئيس شي جين بينغ منذ توليه السلطة سنة 2013 قام ببرامج إعادة هيكلة للجيش الصيني يعني كبيرة جدا، من المفروض أن تنتهي سنة 2027. وبالتالي في إجابة على عن سؤالك، هل القوة العسكرية أو هل ميزان القوة يعني يكون لصالح تايوان أو للصين؟ أكيد للصين، لكن في مدة قصيرة جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة يعولون على أن القوة التايوانية يعني تستطيع أن توقف الزحف الصيني أو الغزو الصيني إذا ما حدث طبعا. لمدة 48 ساعة إلى أقصى تقدير 72 ساعة، حتى تصل المساعدات ويصل التدخل الأمريكي الياباني الكوري الأسترالي ضد تايوان في مضيق تايوان. طيب كيف نفهم رد الفعل الصيني دكتور رحيم؟ هل سيقف عند حدود إبداء الاستياء والمعارضة؟ بالنسبة للصين الشعبية هي يعني هناك ثقافة تختلف، هناك عقلية تختلف عن العقلية والثقافة الغربية. الصين يعني والثقافة الصينية تاريخيا منذ الأزل ومنذ يعني قدماء فلاسفة الصين دائما يعني يتعظون بالمواعظ وبالحكم القديمة، ومن بينها هو يعني ابني قوتك وأنت يعني تتخفى، لا تظهر قوتك حتى تكتمل بناء هذه القوة. وهذه من مبادئ سان تسو مثلا في القرن الخامس قبل الميلاد، وهو من أكبر منظري الحرب في تاريخ البشرية. وبالتالي الصين الشعبية الآن هي لا تملك حاليا إذا كنت تقصدين سيدتي من ناحية القوة العسكرية، لا تملك الإمكانيات لغزو تايوان والسيطرة على تايوان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك بحكم الموقع الاستراتيجي لتايوان، بحكم القوة الاقتصادية، بحكم مسألة الرقائق الإلكترونية التي تنتج 70% منها في العالم، يعني جزيرة تايوان. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للصين بذلك، وتعتبر تايوان أهم حتى من ولاية ألاسكا الأمريكية. لكن الصين في الوقت الحالي
ومن هنا إلى تقريبا نهاية المدة الرئاسية الحالية لشي جين بينغ بنهاية 2027 يكتمل برنامج الهيكلة أو إعادة الهيكلة للجيش الصيني. نعم، وبالتالي من هنا إلى 2027 نتوقع يعني نزاعا عسكري يعني في مضيق تايوان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على تشجيع تايوان على الانفصال الفعلي وليس الانفصال هو الانفصال الفعلي واقع يعني لا محالة، لكن الصين تقول أن لن تتدخل عسكريا إلا إذا أعلنت تايوان استقلالها. نعم. تايوان هي مستقلة في حد ذاتها ولن تعلن هذا الاستقلال لأنها ليست بحاجة إلى إعلان الاستقلال.